هل أنت مشتت ولا تملك التركيز على حياتك وعملك؟ إليك الحل. هل تعلم أن التشتت أو عدم التركيز يمكن أن يدمر حياتك في العمل، في الحياة بشكل عام؟ ولكن ما هو السبب؟ للأسف الأسباب متعددة وكثيرة، لكن المفرح أن هناك حلول تابع للنهاية كي تتعلمها. في البداية يجب أن نعلم أن أكثر من 70% من الناس في العالم الحديث، طبعا هناك سبب لماذا العالم الحديث، حسب الدراسات يعاني بنسبة ما من التشتت وعدم التركيز، وهو مرض عصر التكنولوجيا وفيضان المعلومات من أجهزة تعيش معنا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة، وأول 50 سنة من شبابك وأهم سنوات لبناء نفسك. إنه مرض يسرق عمرك بدون أن تحس به. أولا لنفهم حالة عدم التركيز أو التشتت، وطبعا عدم التركيز يترافق في أغلب الأحيان مع التشتت، هي حالة ذهنية تمنع الشخص من التركيز على عمل أو واجب ضروري ومهم وإيجابي، وبذلك يمنع أو يخفض بشكل كبير الشخص من الاستفادة من وقته أو الوصول إلى أهدافه، ويفقد الشخص أحد أثمن الأمور في الحياة وهو الوقت، وربما بسببه لا تصل إلى أحلامك وطموحك في الحياة ربما أبدا. لكن المفرح الحمد لله أن هنالك حلول، ولكن فقط إذا حاولت بجهد وبجدية سوف تشفي نفسك من هذا المرض الخطير. الخطوة الأولى نبدأ بالتشخيص وفهم الحالة. أولا استشر طبيبا إن أمكن لتشخيص حالة التشتت وعدم التركيز كمرض عضوي أم لا، وهي حالات قليلة نسبيا وقابلة للعلاج. ثانيا إذا كان عدم التركيز والتشتت نابع من أسلوب تصرفاتك وحياتك، فيجب أن تعرف الحلول والطرق لعلاجها. الخطوة الثانية قياس نسبة عدم التركيز، وذلك عن طريق ألف اجلب ورقة وقلم واكتب عليها جدول أيام من بداية إلى نهاية الأسبوع. ممكن أن تستخدم برامج الموبايل مثل جوجل كالندر أو غيره كثير من البرامج. اكتب جميع النشاطات والمواعيد والأعمال المطلوبة منك لكل يوم من الأسبوع. باء نهاية كل يوم قبل النوم استخرج نسبة الإنجاز عن طريق تقسيم عدد المهام المنجزة بشكل كامل على عدد المهام المطلوبة أو المكتوبة. جيم نهاية الأسبوع أو الشهر استخرج النسبة النهائية للإنجاز بجمع النسبة اليومية وتقسيمها على عدد الأيام الأسبوع أو الشهر حسب جدولك. أما إذا كانت نسبة الإنجاز 50% أو أقل مثل أغلب الناس في العصر الحالي، فهذا يعني إذا بقي مثلا 10 سنوات من وقت حياتك الحر، طبعا هذا رقم كبير خارج متطلبات الحياة المجبر عليها من نوم وأكل وعمل وغيره، بال 50% نسبة الإنجاز فقط يعني سرق من حياتك 5 سنوات من 10 سنوات، كأنك قضيتها في السجن أو مستشفى لا سمح الله. لذلك الموضوع خطير. طبعا ممكن بدون جدول أن تفحص نفسك من خلال مؤشرات، منها طبعا بنسب متعددة وتقريبية، هو الشعور بالملل، يعني أن هناك مهام ولكن نسيتها أو فقدت الرغبة أو الشغف، لأن الحياة أقصر دائما من كمية المهام والأهداف التي يمكن الوصول لها. سوء الرعاية الذاتية، لا تهتم بنظافتك أو مواعيدك أو متابعة المحاضرة بانتباه. الأرق أحد المؤشرات المهمة. وجود اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD خاصة للأطفال بشكل خاص. الاكتئاب والقلق بشكل عام. اضطرابات بالمزاج. الإدمان على شيء ما. والآن نأتي للحلول وهي في 11 نقطة حاول الالتزام بجميعها. في البداية اجلب ورقة كبيرة واكتب جميع النقاط التي سوف تذكر، وعمل أكثر من نسخة للورقة ووضعها أمام العين بشكل بارز في غرفة النوم أو حتى في الحمام أو السيارة، بحيث تراها على الأقل في أهم 3 إلى 4 مواقع تكون فيها يوميا بخط واضح وكبير، ومن ثم كتابة القرارات عليها. القرار الأول قرار الابتعاد عن أحد أهم المشتتات في عصرنا، وهو الموبايل، التلفزيون، جلسات المقاهي أو لعب الورق أو أي جلسة تزيد عن ساعة بلا هدف واضح ومفيد. قرار الثاني كتابة أهم 5 مشتتات في حياتك ووضع وقت محدد لها إن كنت لا تستطيع تركها في خطوة واحدة، وإن أمكن ورقة حمراء عليها تحدد الوقت لها مثل التلفزيون أو الموبايل. وطبعا ممكن استخدام برامج موجودة على الموبايل التي تحدد لك وقت الاستخدام
لكل فقرة من هذه الفقرات ممكن أن تستفاد منها. قرار الثالث، تحديد ساعة في الصباح وساعة بعد الظهر وساعة في المساء تكون فيها لوحدك غير قابل للاتصال بك، تتأمل بها أو تصلي بها بهدوء أو تكتب بها خططك أو تأملاتك أو يومياتك. طبعا لا توجد معك أي أجهزة إلكترونية أبدا. القرار الرابع، تحدد وقت للرياضة، مشي سريع أو أي رياضة سهلة ممكنة من البيت لتنظيم الهرمونات والسكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية لتساعدك على الاسترخاء وفي نفس الوقت النشاط المتحكم به والنوم بلا أرق. قرار الخامس، تعلن للجميع أنك دخلت في وضع إعادة التركيز ووضع الاعتزال لمدة محددة وتطلب من الجميع احترام وقتك وتقديم الدعم. القرار السادس، اتصل بصديق معروف بتركيزه واطلب منه مشاركته بخبرته معك وإن أمكن المشاركة معا في النشاطات ذات التركيز العالي مثل الدراسة. وفي حالة التباعد المكاني استخدم برامج اتصال صوت والصورة معا مع نفس الشخص مثل برنامج الواتساب. قرار السابع، الاستيقاظ فجرا كل يوم، تحديد وقت النوم المبكر والنوم لساعات كافية بين 6 ساعات إلى 8 ساعات على الأقل. قرار الثامن، إذا كنت لا تعيش وحدك وهناك ضوضاء، ضع سماعات الكبيرة التي تغطي الأذن موجودة في السوق واسمع بها موسيقى هادئة لا تكون محور التفكير. القرار التاسع، أكثر من الأكل الصحي وخاصة السلطات والماء. القرار العاشر، استمع لمحاضرات عن أساليب التركيز على اليوتيوب لأنها متعددة وكثيرة. أخيرا النقطة المهمة والأخيرة، الحادي عشر، اكتب قائمة أهداف حياتك على المدى القصير والمدى البعيد وضع نسخة في كل مكان تتواجد به أمام عينيك. ومع الوقت والالتزام والانضباط والتدرج بالخطوات خلال فترة شهر إلى سنة، لا تستعجل، حسب الحالة سوف تتغير حياتك وتشفى من مرض خطير يسرق عمر وأيام الملايين من البشر بشكل عبثي. لذا خلال التاريخ هناك الملايين من البشر عاشوا سنين طويلة ولكن طواهم النسيان، وأناس عاشوا سنوات قليلة ولكن بصمتهم في تاريخ البشرية حية للحظة الحالية. ولذلك من أهم 100 شخصية في تاريخ البشرية استطاعوا خلال سنوات مركزة قليلة أنجزوا ما لم ينجزوه الآخرين بمئات السنين، مثل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم صاحب أكبر بصمة على تاريخ البشرية حسب موقع إنسيكلوبيديا. فترة نبوته كانت تقريبا فقط 23 سنة، وأيضا عيسى عليه السلام تقريبا 33 سنة فقط حسب نفس الموقع، والإسكندر الأكبر العظيم الذي تغلب على أكبر إمبراطوريات ونصف أراضي العالم القديم عاش فقط 32 سنة. لذلك التركيز وعدم التشتت من أهم عوامل النجاح والسعادة في الحياة. وكما قيل، ليست العبرة بعدد السنين التي عشتها ولكن بكمية ونوع الأعمال الإيجابية في سنين حياتك. ومن الله